قدم 11 نائبا إيرانيا شكوى ضد الرئيس محمود أحمد نجاد وحاكم المصرف المركزي محمود بهمني على خلفية فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من 7 مصارف في البلاد، فيما دعا مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي إلى قطع الأيدي الخائنة المتورطة بالقضية. أتى ذلك بعد إعلان مدعي العام الإيراني غلام حسين محسن إجئي إصدار مذكرات اعتقال في حق 22 شخصا اتهموا بالتورط في الفضيحة الأضخم في تاريخ البلاد. اتهم بها رجل الأعمال أمير منصور أريا الذي اعتبر مقربا من مدير مكتب نجاد. وقد حددت هوية غالبية المتورطين بقضية الاختلاس، وستكشف في أقرب وقت ممكن هوية متورطين نافذين آخرين. ظهرت التحقيقات الأولية أن القضية لم تكن ممكنة من دون مساعدة أفراد نافذين آخرين. ودعا خامنئي القضاء ألا يرحم الفاسدين والمخربين والمفسدين، وعلى الشعب أن يدرك أن المسؤولين سيتابعون هذه القضية حتى النهاية.